في ايام الشيخ المفيد هذا العالم الكبير مفخره من مفاخر مذهب اهل البيت وسالوه شيخنا انه هناك امراه حامل ارتحلت عن الدنيا فماذا نفعل هل نخرج هذا الطفل او الجنين من بطنها ام ندفنها هي والطفل فظن الشيخ انه المراه الحامل اذا ماتت يموت طفلها فقال ادفنوها هي والطفل بشخص غريب ما حد يعرفه جاء اليهم وقال توقفوا لقد ارسلني اليكم الشيخ المفيد ويقول توقفوا عليكم ان تخرجوا الجنين من بطن هذه المراه الميته فانه حي انه افد يا مفيد فان اخطات فعلينا التسديد انتم مسددون باعيننا انتم مسددون